حجر من خلاله تقدر تحول أي معدن لذهب، وحجر من خلاله تقدر تحصل على الحياة الأبدية. هنتكلم عن حجر الفلاسفة أو إكسير الحياة. الخيمياء هو علم فلسفي قديم جدا مبني على علوم الكيمياء. طبعا علوم الكيمياء اتطورت منه أصلا، لكن علوم الخيمياء كانت بتعتمد على الفكر الفلسفي وعلوم الفلك، وطبعا يقال إن كتير منها كان بيعتمد على الدجل والشعوذة. لكن علم الخيمياء علم معروف وممكن نعمل عنه حلقة كاملة مستقلة، إنما حجر الفلاسفة وإكسير الحياة هو ده موضوع حلقتنا النهاردة. فكرة إن الإنسان يسعى دايما للحصول على الحياة الأبدية حاجة موجودة على مر العصور ومر الحضارات، لكن إيه فكرة حجر الفلاسفة أو إكسير الحياة، وإيه حقيقة التطور اللي حصل من زمان لحد دلوقتي؟ زي ما قلنا إن علم الخيمياء هو المؤسس لعلم الكيمياء، ولكن بيعتمد على الشعوذة وبعض الأعمال السحرية. وفلسفة علم الخيمياء بتقول إن أي حاجة في الكون بتتكون من 4 عناصر: الماء، التراب، الهواء، النار. وكل العناصر دي هي اللي بتكون كل المعادن، والمعادن دي بتتكون في باطن الأرض في درجة حرارة معينة، وكل مكون معين لما بيزيد عن مكون تاني بيغير في شكل المعدن اللي موجود. فبالتالي إن أي معدن موجود تقدر تحوله لمعدن الذهب. وش معنى معدن الذهب؟ لأنه المعدن الوحيد اللي ما بيتغيرش العناصر بتاعته، ما بيتغيرش شكله، ما بيتأثرش بأي عوامل طبيعية، وما فيش أي تغير بيحصل عليه. فبالتالي هو يعتبر من أفضل أنواع المعادن. وإن معدن الذهب ده مستمر بنفس شكله ونفس جودته من قديم الزمان لحد اللحظة دي. فعلماء الخيمياء شايفين إن لو الإنسان تناول معدن الذهب هيحصل على الحياة الأبدية، لكن العلماء على مر العصور أكدوا إن في حاجة اسمها حجر الفلاسفة وفي حاجة اسمها إكسير الحياة. وده كان واضح في برديات كتيرة جدا عند الفراعنة، وواضح في تاريخ كتير جدا زي مثلا قارون. بيتقال إن قارون قدر يحصل على التركيبة السحرية حجر الفلاسفة، وان قدر من خلال الحجر ده انه يحول حتى التراب لذهب، وبالتالي كان من اغنى اغنياء العصر في زمن كان الفقر منتشر فيه. وفي برديات كتير عند الفراعنة بتقول ان بعض العلماء توصلوا لإكسير الحياة اللي هو حجر الفلاسفة. وعلى مر العصور كانت النقوش والبرديات وحتى الحضارات القديمة غير الفرعونية كانت بتأكد بوجود إكسير الحياة او حجر الفلاسفة. وعند الفراعنة كان بيتقال انه بيتم خلط الزئبق الاحمر مع بعض المواد، ومن خلال الخلط ده بيقدر الإنسان يحصل على إكسير الحياة. ويقال إن أغنى عائلات في العالم قدرت تحصل على التركيبة دي من البرديات ومن نقوش الفراعنة، وقدروا يحولوا مجموعة كبيرة جدا من المعادن لذهب، وقدروا كمان يتحكموا في ثروات العالم. كتير من العلماء عملوا تجارب على حجر الفلاسفة أو حاولوا يوصلوا لسر حجر الفلاسفة ده، منهم ابن رشد وابن سينا ونيوتن وغيرهم كتير من العلماء اللي أكدوا إن في مادة ممكن نتوصل ليها، ومن خلال المادة دي الإنسان يقدر يحصل على الحياة الأبدية أو يقدر يحول المعدن لذهب. المشكلة الحقيقية إن في كتير من الدجالين والمشعوذين بيقولوا إن هم حصلوا على مخطوطات. المخطوطات دي بتوضح إزاي تقدر تكون حجر الفلاسفة أو تقدر تكون إكسير الحياة. والمشعوذين دول بيضحكوا على ناس كتير جدا، وبيقدروا يقولوا لهم إن هم لو جابوا لهم الزئبق الأحمر وبعض المواد هيكونوا لهم حجر الفلاسفة، ويقدر الإنسان ساعتها انه يحول اي حاجة لذهب. المشكلة الحقيقية ان بعد ما اتطورت العلوم وظهر علم الكيمياء مفيش حاجة كذبت وجود حجر الفلاسفة او كذبت وجود تكوين المعادن بشكل عام، وانك تقدر تغير تكوين معدن لمعدن تاني عن طريق التجارب واضافة بعض المواد لبعض المعادن، وانك تقدر تحول المعدن ده من عنصر لعنصر بمنتهى البساطة. لكن العلم لحد اللحظة دي ما توصلش لسر التركيبة دي. لكن اقرب معدن يقدر يتحول لمعدن الذهب هو الزئبق، لكن ده بيحتاج تكاليف ضخمة جدا لدرجة ان تحويل جرام زئبق لذهب ده تكلفته اكبر بكتير جدا من استخراج الذهب اصلا. فكرة حجر الفلاسفة فكرة مسيطرة على عقول ناس كتير، وفي كتير جدا من الدجالين والمشعوذين بيقولوا ان الحجر ده عندهم او سر الحجر ده عندهم. فنصيحة في اخر الفيديو، كل اللي اتقال في علوم الخيمياء عن حجر الفلاسفة او اكسير الحياة هو موجود صحيح وتحت الدراسة، ومفيش عالم واحد بس كذب الفكرة دي اصلا. وبيتقال ان التركيبة دي موجودة، وان في بعض الناس حصلوا عليها، وتحديدا الناس اللي ظهر عليها الثروات الفاحشة مرة واحدة بدون سبب وبدون تفسير. لكن لو سمعت اي شخص او دجال بيقولك انه عنده سر التركيبة ما تصدقهوش، لانه غالبا هيكون بيبيع لك الوهم وبس. سلام عليكم.